بداية نشكر اللجنة المنظمة على دعوتنا لحضور هذا النهائي. طبعا النهائي بين السلين والطليعة، السلين اللي يمثلوا مدينتي الأصل اللي نعتز بها دائما، وبصراحة شيء مبهر، شيء بصراحة إبداع من اللجنة المنظمة هالبطولة النسخة الثالثة اللي دائما تبهرنا يعني بالأجواء الرائعة بحضور جمهور اللي زادها روعة. المباراة كانت في روح الرياضية، مباراة في المستوى، مباراة نهائي، الكل حاضر، الكل تمتع بما فيهم أنا اللي تمتعت بصراحة بهالمباراة هذه، وندمت أني ما حضرتش عدد من المباريات، وبإذن الله حتكون عادة لي أنا، لأن دائما نحب نتابع الدوريات المنظمة في شهر رمضان، وهذا بصراحة أنا تبعت أكثر من دوري، لكن بالتنظيم هذا بالمستوى هذا أنا ما شفتش. بإذن الله حنكون متواصل مع اللجنة المنظمة لحضور باقي لو في أي نشاط لهالمنطقة هذه. نشكر حتى العميد المسؤولين في منطقة نوفلين اللي بصراحة، ونشكر حتى الداعمين لهالبطولة هذه. نتمنى أن يكون دعم متواصل في مثل هالبطولات اللي تلم الشباب الرياضي في ويكونوا في المستوى، من المستوى الرياضي والأخلاقي والفني. نتمنى دائما التوفيق لهم، ونشكركم على الاستضافة مرة أخرى.